أهلا بكم من جديد في صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. صحيفة المدى: العراق يفشل باستثمار أكبر طاقة شبابية في العالم. موقع عربي 21: روسيا لا تستبعد السيطرة على مدن أوكرانيا الكبرى. صحيفة العربي الجديد: فشل التقديرات الاستخبارية الأمريكية أوكرانيا بعد أفغانستان. صحيفة القدس العربي: الخارجية الإيرانية: حذرنا العراق مراراً من استخدام أراضيه لتهديدنا. صحيفة وول ستريت جورنال: السعوديون يكثفون الغارات لحرف ميزان الحرب في مأرب. صحيفة الغارديان: الرياض وأبو ظبي تقاومان واشنطن للحصول على تنازلات مقابل النفط. صحيفة لوموند تكشف عن معسكر في وسط مالي أصبح مركزا للتعذيب. الصواريخ التي قصفت أربيل جاءت من طهران وبمواركتها لمعاقبة إسرائيل، والأهم والأكثر سخرية أن وزارة الخارجية العراقية أدانت القصف الذي تعرض له العراق بحسب تعبير علي حسين. يا سادة، لم يحدث في تاريخ البلدان أن مواطناً يفرح لموت أبناء شعبه ويصر على أن الصواريخ انطلقت لضرب إسرائيل، وأن طريق تحرير القدس يمر عبر إزالة أربيل من الوجود. طبعاً لا أحد يمكن له أن يصادر حق إيران في أن تدافع عن مصالحها القومية، ولا أعتقد أن مهمتنا الانتقاص من سعي تركيا للعب دور كبير في منطقة الشرق الأوسط. ولكنني أسأل ساستنا الأفاضل، لماذا يرتضون أن يلعبوا دوماً دور التابع؟ ولماذا يظهر العقوق ونكران الجميل للعراق فقط؟ هل تتبع مثلي أخبار بلاد الرافدين؟ هل شاهدت المحللين السياسيين وهم يقسمون بأغلظ الأيمان أن لا أحد سيجلس على كرسي رئاسة الوزراء من دون موافقة طهران؟ هل استمعت إلى عزة الشابندر وهو يقول إن تشكيل الحكومة العراقية ملف تتولاه إيران؟ ومن يريد أن يحجز له مقعداً في المنطقة الخضراء عليه أن يرضي إيران أولاً وثانياً وثالثاً؟ اليوم مشكلتنا ليس في الشعب، وإنما في ساسة يتاجرون باسم الطائفة والدين، ويكسب بعضهم منها ثروات طائلة، بينما تعاني الأغلبية من الإهمال والفساد والرشوة. يقول الكاتب إياد الدليمي: فجأة ووسط هدوء غير معهود على الساحة السياسية في العراق، أعلنت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه أجرى اتصالا هاتفيا بزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، وأنهما توافقا على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية بعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات وحالة الانسداد السياسي. فجأة تغير كل شيء، وصرنا نعيش لحظات نادرة من التوافق بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي التي تضم بالإضافة إلى نور المالكي عدة شخصيات سياسية وميليشياوية عرفت بأنها جزء من منظومة إيران في العراق. أما كيف حصل هذا كله فجأة؟ فإن الناظر إلى القوى السياسية في العراق ما بعد 2003 يدرك جيداً أنها مجموعة من القوى التي تعتاش على أزمات العراق، ولم تكن في أي لحظة بعد هذا التاريخ قوى سياسية تبحث عن حل لأزمة وطن. رهن بعضهم على الشعارات التي رفعها مقتدى الصدر ومثل الإصلاح مركزها، ولكن من دون أن يرى هؤلاء تاريخ الصدر المليء بالتناقضات والقفز على حبال السياسة تباعاً لما تقتضيه مصلحته. كما نسوا أو تناسوا أن لا وجود لمشروع سياسي حقيقي لدى مقتدى الصدر أو غيره من قوى السلطة وأحزابها في عراق ما بعد 2003،
ولعل جولة سريعة في حجم الفساد المالي والإداري الذي تقوم به كل القوى السياسية في العراق تشير بوضوح إلى أن لا مجال للتعويل على هذه القوى في إيجاد انفراجة لأزمات العراق المتلاحقة. التوافق الذي قد ينتهي بتمرير صفقة سياسية جديدة لتشكيل حكومة عراقية دائمة، ما يكون على حساب العراق الوطن، على حساب الإنسان العراقي الذي يرزح تحت أزمات شتى. فالحكومة التوافقية التي سيرت المشهد السياسي في العراق هي بتعبير أدق حكومات لتقاسم المصالح والمنافع لا لتقاسم الأعباء للنهوض بهذا البلد. يضيف الكاتب: أظهرت التوافقية التي حكمت المشهد السياسي في العراق ما بعد 2003 طبقة من الساسة ورجال المال والأعمال فاسدة تدعم فسادها بميليشيات مسلحة تحمي هذا الفساد وتدافع عنه مع جوقة من الطبالين والإعلاميين والقنوات الفضائية التي تبرر كل شيء من أجل الدعم والتمويل. ونقرأ مقالا للكاتب وليد الزبيدي: بعد 5 سنوات يكمل الغاز في العراق 100 عام بالتمام والكمال، ومنذ اكتشاف حقيقة النار المشتعلة في حقول بابا غرغر النفطية في كركوك في العام 1927 أنه غاز طبيعي يحترق لقرب الحقول من وجه الأرض، وهذا يعني أن استخراجه ليس صعبا ولا يكلف كثيرا كما هو الحال في غالبية حقول الغاز التي تكون في أعماق البحار والمحيطات. يشهد العالم اليوم سباقات محمومة وصراعات كبيرة ومخططات خطيرة بسبب الغاز. دول تخطط لغزو أخرى لأن الأخيرة تمتلك الغاز الموجود في الحقول أو المستخرج، ودول أخرى وقعت في دوائر الصراع المستقبلي لأنه يمكن أن تكون ممراً لوصول الغاز من خلال أراضيها لدول مستهلكة للغاز، سواء كانت في أوروبا أو في شرق آسيا وغيرها من البلدان. والدول التي تمتلك الغاز تحقق أرباحاً طائلة وسط الإقبال المتزايد على استهلاك الغاز من جانب وارتفاع أسعاره من جانب آخر. لكن الأمر اللافت أنه وسط هذا التنافس والصراع والخطط الدولية والمستقبلية في العالم للحصول على الغاز أو الاستحواذ عليه أو لتأمين تصديره لدول أخرى، فإن الجميع يصاب بالصدمة عندما يرى النار تحترق في العراق، وبذلك تتسبب بتلوث بيئي كبير ينتج عنه الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تحتاج في النهاية لملايين الدولارات لتوفير الرعاية الطبية والصحية للعراقيين القاطنين ضمن الرقع الجغرافية القريبة من حقول الغاز المحترق خلال مصاحبته لاستخراج النفط من الحقول المنتشرة في العراق. الذي يحاول البحث عن حجم الخسائر التي يتكبدها العراق بسبب استمرار احتراق الغاز يجد معلومات صادمة، والأخطر من ذلك أن جميع الإحصاءات التي تنشرها مراكز أبحاث متخصصة وخبراء في الطاقة تبقى بحاجة لتحديث يومي، فإذا وصلت إلى عشرات المليارات بحسب تقديرات اليوم فإنها تزداد باضطراد، لأن الهدر يتواصل دقيقة بعد دقيقة. تناول معهد الشرق الأوسط في تقرير مطول تأثر مصر من الحرب في أوكرانيا اقتصاديا، لا سيما وسط مخاوف من أزمة غذاء وأن يؤدي استمرار العملية العسكرية الروسية إلى تهديد اقتصاد مصر بالكامل. مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من شباط فبراير 2022، باتت أزمة الأمن الغذائي في مصر تشكل الآن تهديداً وجودياً لاقتصادها. وتنبع هشاشة وضع الأمن الغذائي في مصر من عدم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج ما يكفي حتى نصف الاحتياجات المحلية للبلاد من الحبوب الغذائية وخاصة القمح ومن البذور الزيتية كذلك. وتعتمد القاهرة على كميات ضخمة من المستوردات المدعومة بكثافة لضمان وجود كميات كافية وبأسعار مقبولة من الخبز والزيت النباتي لإطعام ما يقارب 105 ملايين من مواطنيها. وتأمين هذه الكميات هو الذي حول مصر إلى أكبر مستورد للقمح في العالم،
وواحدة من أكبر 10 مستوردين في العالم لزيت زهرة الشمس. وبحلول عام 2021 كانت مصر تواجه مستويات من الغلاء لم تشهدها منذ الاضطرابات المدنية التي رافقت انطلاق الربيع العربي قبل عقد من الزمن، والتي نجم عنها الإطاحة بحكومة الرئيس السابق حسني مبارك. بعد 8 أعوام من العمل بكد لإصلاح الوضع الاقتصادي في مصر، باتت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن معرضة بالقدر ذاته لارتفاعات هائلة في تكاليف الغذاء تصل إلى مستويات قاسمة للميزانية. إن الأمن الغذائي لمصر بات مهدداً بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فالقطاع الزراعي في البلاد غير قادراً على إنتاج ما يكفي حتى نصف الاحتياجات المحلية من الحبوب الغذائية، إلى جانب أن القمح والبذور الزيتية تعتمد مصر فيها في الغالب على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا. يتساءل الكاتب مثنى عبد الله، هل يحق للعراقيين أن يرفعوا شعار الموت للجنود الأمريكيين والرئيس الأسبق جورج بوش ومن جاء من بعده على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم غزوا بلادهم واحتلوا أرضهم وشردوهم في شتى أصقاع العالم وقتلوا منهم أكثر من 1,000,000 إنسان، وهل مسموح لهم أيضا أن يطبقوا الفعل نفسه على زعماء وجيوش الدول الأخرى التي شاركت في الغزو؟ هل يحق للفلسطينيين أن يلعنوا الجيش الإسرائيلي ويرفعوا شعار الموت لهم ولكل زعماء إسرائيل؟ لا تحتاج الإجابة على هذه الأسئلة طول تفكير، لأنه غير مسموح القيام بذلك. وأبرز دليل ما زال طرياً في الذاكرة هو ما حصل قبل بضعة أسابيع، عندما تم فصل عدد من الصحفيين العرب من قناة دوتشي فيلا الألمانية، وسببه هو تغريداتهم التي قيل إنها توحي بأنهم كانوا يقصدون بها إسرائيل. لكن لا شيء يدعو للعجب عندما يسمح العالم الحر صاحب القيم الإنسانية وحق الرأي بأن يحول مواقع التواصل الاجتماعي لمنصة لنشر الكراهية والدعوة للعنف، وأن تصبح وسيلة من وسائل خدمة الأجندة الغربية ضد الآخرين. لكن لا يسري هذا الفعل والاستخدام ليكون بالضد من الغرب والولايات المتحدة، إنه حق حصري لهؤلاء ضد الآخرين. لذلك خرجت شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك لتعلن السماح للمشتركين بنشر دعوات للعنف والكراهية والقتل ضد الرئيس الروسي والقوات الروسية فقط، وأنها باشرت باستثناء الخطاب المناهض لما وصفته الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن هذه الشركة كانت تحظر أي محتوى يكون محرضاً على العنف أو يحمل خطاب كراهية كما يصفون، وكانت تحجب صفحات وتغلق حسابات وتنذر مشتركين برسائل واضحة تطلب منهم تحسين أسلوبهم في التعبير لأن المحتوى الذي ينشرونه يخالف سياسة الموقع. إذن أين هي المعايير الغربية التي يتحدثون عنها ويدعون الآخرين للالتزام بها ويطلبون من دولنا السير عليها؟ إن ما يبدو واضحاً هو أن كل ما كان الغرب يروج له، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، من موضوع الحريات والديمقراطيات والرأي والرأي الآخر وحرية الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هي مجرد أكاذيب وبروباغاندا سياسية كان الهدف منها تسليط حزمة أفكار براقة تتحقق من خلالها حالة استلاب فكري يمهد لقبول لديكتاتورية الإعلام الغربي. كشفت صحيفة ليموند الفرنسية أن قوات فاغنر الروسية الخاصة التي وصلت إلى مالي استقرت منذ نهاية شهر يناير الماضي في معسكر للجيش المالي يقع في المنطقة الإدارية نيونو وسط البلاد، تحول إلى مركز للتعليم. يتهم الجيش المالي وقوات فاغنر الروسية الخاصة بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين مستخدمة الأسلاك الكهربائية وأدوات أخرى للتعذيب، كما هو الحال مثلاً مع أحد مربي المواشي من الفيلان تم اعتقاله في شهر فبراير الماضي. وفي وسط البلاد تتابع لوموند، يقول أكثر من 10 مدنيين أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي القوات المسلحة المالية والمساعدين الأجانب.
وروى راعٍ آخر احتجز في فبراير للمدافع عن حقوق الإنسان المذكور أعلاه أنه تعرض لغرقٍ وهمي حيث تم تغطية أنفه وفمه بمنشفة وألقى الجنود دلاءً من الماء على وجهه. وأضاف الراعي: ثم صدمني رجلٌ أبيض وسألني عن مكان تمركز الجهاديين. تظهر صورة حصلت عليها صحيفة لوموند ظهراً ممزقاً مع أكثر من 12 جرحاً لرجل مالي آخر، يؤكد أنه تعرض للتعذيب على أيدي القوات المسلحة المالية وأعوانهم الروس في هذه القاعدة العسكرية. وحصلت لوموند على نسخة من تقرير أشارت إلى أنه سينشر اليوم الثلاثاء من منظمة هيومن رايتس ووتش، تكشف فيه المنظمة عدة شهادات من سكان وسط مالي الذين يزعمون أيضاً أنهم كانوا ضحايا لانتهاكات الجيش المالي وجنود بيض. شهدت العاصمة الليبية طرابلس هذا الأسبوع احتفالات بمناسبة اليوم الوطني للزي التقليدي الليبي، وجاب محتفلون وهم يرتدون الزي التقليدي أروقة المدينة القديمة وصولاً إلى ميدان الشهداء. ونظم الاحتفال جهاز المدينة القديمة في طرابلس وأقيمت محاضرة حول الزي التقليدي. وقالت مفيدة جبران مستشارة سابقة في جهاز المدينة لمراسل الأناضول: حفاظنا على الزي التقليدي النسائي والرجالي وغيره لأنه يعتبر من الهوية الليبية ويجب علينا الانتماء إلى هذه البقعة الجغرافية. وبينما يحتفل الليبيون باليوم الوطني لزيهم التقليدي، يأملون أن يتفق الفرقاء السياسيون على تأريخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الواقع. شكراً لحسن المتابعة، أستودعكم الله.